تابعت ميسي وتشيل وانتخابات اللي دربها؟ نعم تابعت ميسي وتشيل وانتخابات. حد طارق بس الكلام عندك بعد اذنكم. اول شيء خلنا نتحدث يعني بشفافيه متناهيه. تغير المدارس اللي صارت في المنتخب في فتره وجيزه هذا يضر المنتخب شئنا ولا ابينا. خلينا نتكلم بكل صراحه. تقصد مارفيك باوزا بيتزي؟ باوزا بيتزي هذه يضر المنتخب لان لكل مدرب له بصمته. عرفت لما لو كان يعني بافتراض كان مارفيك فيه قد يكون مارفيك اقل الثلاثي لكن لو كان موجود ما راح يجرب 30 لاعب في هذه الفتره الحرجه. لما تتكلم عن 75 يوم او عفوا 85 يوم تراه ولا شيء. لما اتحدث انا عن منتخب بكل تاكيد انه من صعد بهذا المنتخب وصل لكاس العالم المجموعه هي نفسها هي المفروض اللي تبقى باضافه بعض الاسماء اللي تغطي بعض العجز اللي كانت في المجموعه. هذا اللي نفهم في كره القدم. كثره التغيير خطا. ما زلت اقول انه لابد ان يلعب بالتشكيله اللي بيلعب فيها في كاس العالم. كاس العالم هذا اللي فهمناه. نعم. هذا اللي احنا نعرفه. كل منتخبات العالم كل اليوم ويلز لاعب قدام الصين بقوته كامله. نعم. بكره متوقع برتغال قدام مصر. خليني اقول لك اسبانيا ومين بتلعب؟ المانيا صح؟ تتشاهد منتخب كاس العالم كلهم يتحدثون على ان هي المباراه البروف الاولى لكاس العالم. نعم. اصلا المدرب اعلن تشكيلته قبلها بيومين يقول لك تشكيلتي الاساسيه يعني عارف فهذا تشكيلته نفس النجوم ابو محمد. فهذا الشيء يعني هي ما اقول لك الروح انا بفهمك انا بعطيك بوجهه نظري بكلمه الروح هي القضيه مو الروح تكسب لا يمكن يلعب طارق بس قبل الروح بس اعتقد انه اليوم اللاعب السعودي او اللاعبين السعوديين ثابتين مستوياتهم ثابته ويلعبون بشكل مستمر كما اللاعب في اسبانيا وايطاليا. طيب انا اللاعب يشارك عندك مباراه قد 10 مباريات انا رد عليك بسيط جدا بعد اذنك بس السؤال لانه موجه لي فبجاوب بسرعه. مارفيك كان يجيب لاعبين من انديه كان احتياط وكان مستواهم سيء في الدوري بس لانه كان يعني فاهم الطريقه كان يطلع اقصى ما عنده من امكانات وطلعوا كاس العالم بالروح استمر على نفس الفريق سنه وشوي قضيه الروح مي قضيه هو يفهم خلي اقول لك يقع حاله اللاعب ويعرف يستثمر اللاعب حتى في حالته النفسيه. الروح المقصود اللي انا اشوفه قد اختلف مع ابو محمد مع اني اتفق مع اخوي حمد تماما في انه ضيق الوقت لا يمكن ما في تجارب. الروح المقصوده هي اللعب برتم الرسمي وليس بلعب الرتم الودي. انت تعرف انه حتى نبضات قلب اللاعب علميا نبضات قلب اللاعب واحراق للسعرات الحراريه في المباراه الوديه لا يكاد يتجاوز 20% اذا قارنته في المباريات الرسميه. فهذا اللي انا اتحدث عنه الان. المقصد منه الروح هي انك تلعب الان كانك تلعب بروفة اولى. يا اخي الكريم لاعب حقك كاس العالم مثل منتخب اسبانيا يصرح على يقول الان بدا كاس العالم باول بروفة حقيقيه. فهل المقصد انه هذا مقصد الروح ليس هناك تجارب في هذا الوقت. الوقت ضيق التمرين. الوقت ضيق كثير. انا اتمنى انه يعطى الفرصه لهذا المدرب وانه يعني يبلغ حتى من ناحيه الاداريه انه ايش اداره المنتخب تغيرت. يبلغ انه ايش ها يبلغ انه ما عاد في وقت ما في وقت طيب هذا اذا حدث انه بكره غير في 5 ايام. سليمان